القضية كما أوردها وائل جمعة. الناس دي عملت إيه؟ أيوه وائل جمعة قال كلام مهم أوي. رأيك في بعض اللعيبة اللي رحلوا عن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت؟ إحنا لسه بنتكلم إن إحنا ما شفناش في النادي الأهلي حاجة وحشة. صح. النادي الأهلي ما ساعدنا كتير كلاعبين، كنتوا كلاعبين كتير جدا. إداكوا كتير جدا، ما خدعكوش في حاجة. كبركوا وعلمكوا وساعدكوا وكون شخصيتكوا وإداكوا حب الجمهور. النادي الأهلي عمره ما بيقف على حد. عمره ما هيقف على حد ولا هيقف على حد. كان وقف من بداية التاريخ وبداية تكوينه في 1907 على الناس اللي أسسوه، إنما لا، الأجيال عدت والأجيال اتكونت محققين أكتر من 140 بطولة مثلا ما شاء الله يعني. ولسه النادي الأهلي هيحقق. فالنادي الأهلي مش هيقف على حد يعني. مش عايزين نعد الأسماء والشخصيات الأسطورية اللي عدت في تاريخ الكرة المصرية من خلال النادي الأهلي. فالنادي الأهلي مش هيقف في طريقة، إنما ما تخدعش النادي الأهلي وما تصغرش النادي الأهلي. وده سبب زعلي، ده سبب حزني من الناس دول، إن هم صغروا النادي الأهلي. إحنا عارفين التفاصيل وعارفين تفاصيل المحاولات التجديد والأمور كلها. فانت مش عيب ان انت تمشي وتقول للنادي الاهلي ان انت هتمشي، انما ما تخدعش النادي الاهلي وانت محسوب ان انت اسطوره من اساطير الاهلي او ابن من ابناء الاهلي، تيجي تفضل تخدع النادي من 5-6 شهور. انا معاك. انا مش مع النقطه دي، وده اللي زعلني اكتر حاجه جدا من اللعيبه. وقلت وانتقدت النادي ان هو وصل مع اللعيبه دول لدرجه الثقه انه يفضل سايبه لاخر لحظه. الاحتراف ما عادش فيه طبعا والاغراءات الماليه، انما انا بتكلم انسانيا. انت ما شفتش جوه النادي الاهلي حاجه وحشه؟ النادي الاهلي بيعرض عليك فلوس. انت لما هتجدد للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيديك رز وزيت وحاجات، لا، هيديك فلوس اقل من اللي انت كان اللي انت رحته، انما في حاجات كتير جدا تقدر بمال. حب الناس ليك، تقدير الناس ليك، في حاجات ابواب بتتفتح لك وانت بتشيرت النادي الاهلي او وانت سايب ذكرى كويس في النادي الاهلي. هتتجاوز اللي انت هتاخده ده كله بكتير. واعتقد ان هم حسوا وهيحسوا الفتره اللي جايه بالنقطه دي، نقطه مشيانهم من النادي الاهلي. انا بص اللي عجبني في النقطه دي كابتن وائل، وعدم اقطع كلامك، جمله قالها الكابتن محمود الخطيب وانا مقتنع بيها تماما. ساعه ما طبعا الاعلامي الكبير يعقوب السعدي ساله، قال له أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. تلخيص رائع رائع وتوصيف رائع من الكابتن وائل جمعة. الأهلي ما قصرش مع حد، ما تسرقش للنادي الأهلي، وقال ما تصغرش، ما حدش هيقدر يصغر النادي الأهلي. نمرة ثلاثة، هو ما كانش هديك يعني ما كانش هديك رز وزيت. احنا لما نيجي نتكلم، هو ال 40 مليون ولا 60 مليون ولا 30 مليون، في مراحل بعد رقم معين ما تبقاش بالخطورة. يعني انت لما تيجي تقول لي هاخد مليون في الاهلي بس هاخد 2 مليون او 3 مليون في حتة تانية، دي ارقام تحدث فارق، لان المبلغ المعروض يبقى يقدر لسه يطور في حياتك. لكن لما تيجي تقول لي هو ناخد 30 مليون ولا ناخد 40 مليون في حتة تانية، طب 30 مليون وابقى في بيتي وابقى في باعلاناتي وابقى بانجازاتي المحتمله، لا، دي مش الفوارق اللي تخليني اسيب. ايا كان الوضع، دول هم الخسرانين. ما هو احنا بنتكلم على كابتن خطيب الناس اللي بتحاول تقلل قيمه الاهلي زي ما وائل جمعه قال، والكابتن خطيب قال كده. الناس دي اختارت، انا زعلان، اختارت دلوقتي الاختيار الغلط، تتحمل تبعاته خلاص. لكن ما اخترتش الاختيار المادي وكمان هتستعملي. انا بس يا استاذ ابراهيم، لما قلت الكلمه اللي فاتت دي قلتها لان كفانا استفزازا للجماهير. خلاص نقف عند هذا الحد. الجماهير لها حقوق علينا جميعا. بقى انت اتنقل، قد على فكره في لعيبه اتنقلت ومعاها جزء من الجماهير، لكن انت ليه حريص تخسر كل الجماهير؟